مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام مع القرآن. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ربنا صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدينا الكرام أيتها المشاهدات الكريمات، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا ضمن هذه الحلقة الجديدة وهذا العدد الجديد من برنامج مجالس القرآن. وباسمكم جميعا في بدايته ومطلعه نرحب بضيفنا الفاضل الشيخ يحيى بو شابو، حياكم الله شيخنا، مرحبا. أخي الصالح، أمسية سعيدة مباركة لك ولأخي الدكتور مالك وللسادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. وباسمكم جميعا نرحب بالدكتور مالك بو عمرة سونا، حياكم الله دكتور. حياك الله وبياك أخي صالح، ورحبوا بك ورحبوا بالشيخ يحيى وبالمشاهدين الكرام. إذا أيها الأحباب الكرام، مجلسنا اليوم مع سورة من سور القرآن الكريم التي نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هي من سور المفصل وجاء المفصل وجاء نزولها بعد سورة البينة في 24 آية من آي القرآن الكريم، هي سورة الحشر. مع أول مجالسها نستمع وإياكم أيها الكرام أيتها الكريمات للآيات موضوع المدرسة. وبلغ نبيه الكريم. كانت هذه الآيات أيها الأحباب الكرام من الآية الأولى إلى الآية السادسة، موضوع المدارسة إن شاء الله تبارك وتعالى. في اللقاء الماضي شيخنا يحيى أتممنا سورة المجادلة، واليوم ندخل السورة الثانية من
الجزء 28 للقرآن الكريم هي سورة الحشر وسورة بني النضير كما سماها عبد الله بن عباس، مع الآية الأولى وإلى قوله تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا. جزاك الله تعالى خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. نحمد الله مجددا أن يسر لنا افتتاح مجلس مع سورة جديدة، فهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى إخواننا الذين يشاركوننا هذا المجلس، فإنه ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة إن شاء الله يا رب وذكرهم الله في من عنده، فهذا مجلس حق لنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، نسأل الله تعالى نفعه وبركته يا رب. آمين. ثم مع الآية الأولى من هذه السورة، وهي تبدأ بتسبيح الله سبحانه وتعالى، وتسبيح الله تعالى تنزيهه عن كل نقص وتعظيمه وذكره بأكمل الصفات سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي المخلوقات كلها، الكون كله يسبح بحمد خالقه. وكأن في الإشارة في سبح، وقد جاءت بصيغة الماضي، أن الكون كله يسبح الله تعالى حتى قبل خلق الإنسان، لأن الإنسان مش هو أول من خلق، فهناك خلق كثيرون سبقوه إلى الوجود كالملائكة، وهي تسبح الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبق السماء على الأرض. نعم، لأنها خلقت قبلها. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم فقط، كل له تسبيحه الذي يفقهه، وهو العزيز الحكيم. ذيل هذه الآية سبحانه وتعالى بذكر الصفتين لله تعالى، وهذه طريقة القرآن الكريم في ختم الآيات بصفات لله تعالى مناسبة لموضوع ولسياق الآيات. فهنا ذكر صفتين لله، الأولى أنه العزيز وهو القوي الذي لا يغلب، القاهر الذي إرادته نافذة لا ترد، هذا هو العزيز سبحانه وتعالى. الحكيم في تدبيره وفي تقديره، وهذا سينطبق تماما مع موضوع الآيات التي من بعد والقصة التي نحن بصددها، حيث يقول ربنا عز وجل في الآية الثانية في صدرها: هو الذي، أي الله جل جلاله، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود من ديارهم، أي بني النضير، لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. هذه الصورة ترجع بنا إلى السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقتها أحداث، منها غزوة بدر وإجلاء بني قينقاع وغزوة الأحزاب، ثم غزوة أحد، غزوة أحد، نعم عفوا، والأحزاب كانت في السنة الخامسة بعد ذلك. ترجع بنا هذه الصورة إلى السنة الرابعة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر لنا طرفا من التحديات التي كانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى إلى إقامة مجتمع على قواعد الإسلام، وهو يسعى إلى إقامة دولة على قواعد الإسلام تحفظ هذا الدين وتنشره بين الناس. وبفضل هذه الدولة الأولى للإسلام التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نتفيأ ظلال الإسلام ونعيش على معاني القرآن الكريم. ففي السنة الرابعة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه إلى ديار بني النضير، وهو حي من أحياء اليهود مجاور لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي يطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام الوفاء بالتزامهم في وثيقة المدينة الأولى التي أسس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لبنود حسن الجوار بين المسلمين وبين اليهود. وكان من ضمن الاتفاقيات في تلك الوثيقة أن يتعاون كلا الطرفين
على التبعات المالية التي تترتب على أحد الطرفين، وقد ترتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته يعني قائد أمة المسلمين أن يدفع دية قتيلين قتلهما أحد المسلمين، وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يدري بذلك لأنه كان ضمن جماعة قد غدر بهم وهم 70 القراء، وهو كان ممن انفلت من القتل الذين غدروا بهم، فلما وجدهم في الطريق ظنهم منهم فقتلهم خطأ وما كان يدري بذلك. فقرر صلى الله عليه وسلم أن يدفع لأهلهم الدية، فخرج إلى بني النضير يطلب منهم المساهمة والتعاون في تسديد هذه الدية، فرحبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدوا له حسن نياتهم. ثم لما خلا بعضهم ببعض تحدثوا في مؤامرة خطيرة، وهي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناها راه جرم عظيم أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادتهم يعني، وقد فعلوا هذا من قبل. نعم، مع بعض الأنبياء. فقالوا لا تجدون الرجل على حالة خيرا من هذه، راه في الديار تاعكم في قلة من أصحابه معزول عن باقي المسلمين، يمكن أن نقتله غيلة. فقالوا من منكم رجل يصعد إلى أعلى الدار، لأنه كان بجوار واحد الدار بجوار الحائط، ويأخذ معه راحا ويلقيها من الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله بها. أثناء تدبيرهم هذا جاء الوحي من السماء، جاء جبريل عليه السلام. نعم، الله تعالى لا يخفى عليه شيء، فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكيدتهم ومؤامرتهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج دون أن يلفت الانتباه، لأن لو النبي عليه الصلاة والسلام دار رد فعل وتحرك لتم في قلة من الصحابة ممكن تنشأ يعني معركة ويكون فيها صفو الصحابة قليل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشعر بسبب خروجه، فالصحابة ظنوا أنه خرج لقضاء حاجة وانتظروا عودته، فلما استبطأ عودته خرجوا في طلبه، فأعلموا بأنه قد دخل إلى المدينة، فلحقوا بالمدينة، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغدر اليهود، وأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتجهزوا لحصار بني النضير. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير وحاصرهم، وطلب إليهم أن يخرجوا من المدينة. ففي هذه اللحظة طرف اليهود، وهو كيد الداخل، لأن هذه مؤامرة تعاون فيها كيد الداخل مع كيد الخارج، الذين ذكروا من قبل في سورة المجادلة: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب عليهم. هذا التحالف بين المنافقين واليهود، وهذا من أسباب المناسبة بين الصورتين، جاءت الإشارة إليه في سورة المجادلة وجاءت مبينة في سورة الحشر، فلما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. تدخل اليهود وأرسل أبي بن سلول رأس المنافقين رسالة إلى اليهود يأمرهم بأن يثبتوا في حصونهم ولا يخرجوا من ديارهم، وأن معه 2000 من المسلحين سينضمون إلى صفهم كما أشارت إلى ذلك الآيات. فهنا اليهود رفضوا أن يخرجوا من حصونهم، فحصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 24 يوما، في بعض الروايات 21 يوم، في أخرى 26 يوم. ثم لما رأى اليهود غدر المنافقين وكذبهم وعدم وفائهم بمناصرتهم وقذف الله في قلوبهم الرعب، نزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا. فالقرآن الكريم يأتي بتعليقات هذه القصة كلها التي سردتها، تعليقات موجزة، لكن ربما أهم ما يجب أن نعرفه من أحداث القصة. فيقول ربنا عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا. هذه هو الذي مهمة جدا هنا. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، لكن الذي أخرجهم هو الله، قدرة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يخترق حصونهم، لكن قوة الله اخترقت قلوبهم فزعزعهم الله جل جلاله من الداخل. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أي أول مساء يحشرون، أي يجمعون ويخرجون جميعا من مكان إلى مكان، فخرجوا إلى الشام وذهب بعضهم إلى خيبر. ثم يقول سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أي أنتم أيها المؤمنون، كنتم ترون من حصون اليهود ومن قوتهم وسلاحهم أنهم لا يمكن إخراجهم من هذه الديار، وهذا ما يسمى بالهزيمة النفسية، وهذا في الحقيقة تربية عميقة من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا. لهذا كان مطلع الصورة: وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى قوته وقدرته لا يعجزها شيء، فلهذا المؤمن حينما يواجه مؤامرات أعداء الإسلام هو مطلوب منه فقط السعي والإعداد، لكنه يعتمد بعد ذلك على قوة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التوكل الحقيقي، أن يبذل الإنسان ما استطاع من عدة ثم ينتظر نتائج أكبر بكثير من قدراته، إنما هي تتوافق وتتناسب مع قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تحد. لولا هذا المعنى بأن الله هو القادر لما تحرك المجاهدون في أرضنا في بلاد الجزائر لإخراج العدو الفرنسي من أرضنا، كان من القوة عنده من القوة الشيء الكثير، ولكن حينما آمن المجاهدون الجزائريون بأن الله أكبر، لهذا انطلقوا بها في جهادهم، الله أكبر من قوة فرنسا وهو القادر على إخراجها، أثبت الله تعالى لهم ذلك وأخرجهم. وهذا الذي لابد أن نعيش به الآن، بأن اليهود القابعين في بلاد المسلمين في أرض فلسطين ومعهم الآن من العدة والعتاد والقوة والسلاح، ربما زعزع قلوب بعض المؤمنين فهرولوا إلى التطبيع وظنوا بأن اليهود لابد أن نهادنهم ولا يمكن أن يخرجوا من أرض فلسطين، هذا كله هزيمة نفسية. فعقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله كما أخرجهم لأول الحشر سيخرجهم في آخر الحشر، أخرجوا مرة أخرى من خيبر وسيخرجون مرة أخرى على قاعدة القرآن الكريم: وإن عدتم عدنا. بارك الله فيك شيخ يحيى. شيخ مالك، ونحن مع مطلع هذه السورة وبدايتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها من الاهتمام ومن العناية والرعاية شيء كثيرا، فتروي عائشة أنه كان يقرأها كل ليلة لا ينام حتى يقرأ هذه السورة العظيمة، وأكيد أنك طلعت بعض الفضائل وإن كان حكم عليها بالضعف في فضل هذه السورة الكريمة. بارك الله فيك أخي صالح، أرحب بك من جديد وأرحب بالشيخ يحيى، بارك الله فيك على هذه النقاط المضيئة في بيان هذه القصة العظيمة، وأرحب بمشاهدينا الكرام وبفريق العمل الذي يسهر معنا، جزاهم الله خيرا كما تفضلت بارك الله فيك. في الحقيقة الحديث الوارد ليس عن هذه السورة فقط، بل عن المسبحات السبع ومجموعها تقريبا حوالي 1000 آية، لكن هذه السورة بالذات وذكرناها في صدر سورة الحديد، ثلاثة بفعل الماضي واثنين بمضارع وواحدة بالأمر وواحدة باسم المصدر سبحان الذي أسرى بعبده، لكن هذه السورة لها ميزة أن السورة قد تكون وحيدة، بل هي الوحيدة التي ابتدأت بالتسبيح وانتهت به، ثم إن آخر صفتين من الآية الأولى هما آخر صفتين من الآية الأخيرة خواتيمة. وهذا يشي بطرف من مما هو داخل الحصة داخل السورة كما قال الشيخ يحيى العزيز الحكيم، ثم إن فوق ما ذكر الشيخ يحيى بينها وبين السورة قبلها ترابطا عجيبا مع بيان الولاية بين أعداء الله. السورة التي قبلها قالت: كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، كتب الله لأغلبن إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن، هذا إجمال. هذه السورة بيّنت الغالبة كيف تكون، وأن الله هو الغالب، هو الذي أخرج، ها هي الغالبة، وبيّنت كيف أنهم صاروا أذلة يخربون بيوتهم بأيديهم،
فلاحظ أن بين السورتين علاقة واطدة جدا. ثم إن التسبيح في بداية السورة وفي نهايتها مع ما في هذه السورة من ذكر القتال يعني. بمناسبة ذكر بعض أهل البيان أن الأفعال التي سورة بدأت بسبحة بفعل ماضي كلها فيها ذكر القتال، هذه السورة والحديد والصف، وصور يسبح لم يرد فيها ذكر للقتال. قيل الله أعلم، كأن الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل في الدين، لأن القتال كره لنا لا ينبغي أن نتشوف إليه، لكن إن فرض علينا يجب أن نحتشد له وأن نحضر أنفسنا له. لذلك قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهذه السورة بيّنت أن القتال لا ينبغي أن أو لا يمكن أن ينتصر فيه إلا بالتسبيح، ذكر الله سبحانه وتعالى. الآن لو قلت هذا كان بعض الناس ربما تندر عليك، في بعض الغزوات كان عبد الله بن واسع في آخر صف، قائد الجيش الإسلامي في فتح بعض بلود بلدان آسيا، قال أين عبد الله بن واسع؟ قيل في آخر الصف رافعا أصبعه إلى السماء، قال والله لتلك الأصبع أحب إلي من 1000 مقاتل. هذا كلام يجب أن يعيشه الإنسان. نعم. أنا شهيد وكذا، الحماسية ربما مليحة لكن ليست هي التي يعتمد عليها في أمور النزاع العقدي. واليهود الآن يمارسون فعلا عقديا بانتقامهم هذاك الإخراج. ما معنى المستوطنات الآن؟ هم قوم يخرجون أناسا ويسكنونهم أنفسهم، حتى لا أطيل. الله سبحانه وتعالى بيّن المنة بإخراج هؤلاء، قال من أهل الكتاب، وهذا تشنيع لفعلهم، أي أنهم مع أنهم أهل كتاب، حتى لا يظن أنهم كفار من قريش، هم أهل كتاب ومع ذلك كفروا. ثم قال ما ظننتم أن يخرجوا، وهذا فيه المنة، لأن حصول الشيء دون توقعه أبلغ في المنة من حصوله مع توقعه. الشيء إذا حصل لك وأنت تحبه ولم تكن تتوقعه، لا شك أن هذا سيكون جميلا ومحببا إليك. نواصل في الآية الثانية الكريمة، قول ربنا تبارك وتعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بارك الله فيك أخي صالح، هذه الصورة يجب أن نستحضرها دائما في الصراع مع الأعداء، وبالذات مع أشدهم عداوة، بنص القرآن لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولا أفشي سرا من بركة العلم عزو كل قول لقول عزو كل قول لقائله. أني أول مرة وقفت على هذا المعنى جيدا وقفت عليه من كلام الشيخ أحمد ياسين رحمه الله. هذا الرجل الذي كان كل فيه متوقف إلى لسانه وقلبه، هذه الآية ذكرها ذكرا عجيبا يجب أن يؤمن به كل شخص، لأن الواقع الآن واقع يصيب بالإحباط، لأن هؤلاء أقوياء ولأننا ضعاف، وكل الظروف متوفرة على أن لا نظن أنهم سيخرجون ولا هم يظنون أنهم يخرجون، لهم الأسلحة ولهم المناعة. والحقيقة أن هنا الله سبحانه وتعالى وإن كان السنن تغيرت خرجوا بفعل الله سبحانه وتعالى. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال بعدما قال ما ظننتم أن يخرجوا، هذا الأمر الأول، يعني حتى المسلمين الذين يفترض أن يوثقون في قدرة الله بمنطوق الأسباب رأوا أن مع اليهود من المنع ومن الحصون ومن السلاح ومن التحالفات والحشد بالمناسبة قال لي أول الحشر، والحشر هو جمع مع سوق، كان الحشر والجمع، الجمع جمع المطلق، والحشر جمع مع سوق، نحشرهم إلى كذا أين سوقهم، وكان الحشد أو الحشو وهو جمع في وعاء مع اكتظاظ ومنه المحتشد. فهؤلاء بعض أهل العلم المعاصرين قال ربما يجمعون في ذلك المكان لتكون نهايتهم، لأنهم يأتون من كل مكان من كل دول العالم إلى تلك البقعة التي اغتصبوها من أهلها، وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله. افترض أن السياق وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو أن حصونهم مانعتهم، لكن ربي قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، فسبق الفعل الدال على الأهمية عندهم وهو المنع، وهو المنع، لم يقل حصونهم تمنعهم، قال مانعتهم حصونهم من الله. وفي الحقيقة لو تأمل الإنسان قد يقال إنهم ظنوا أن حصونهم مانعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إنهم لم يكونوا يعتقدون مع أنهم يعرفون الله. نعم. سبحانه وتعالى حربهم المباشرة مع النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم هنا قال لك هذا شرف عظيم لرسول الله صلى عليه الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يذكره أحيانا معه ولا يذكره للدلالة على أنه معه معطوف، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن رسوله، ولأن عصيان النبي صلى الله عليه وسلم عصيان لله تعالى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وهذه هي الفكرة. نعم. وهذه هي القوة. العدو
شديد البأس مع كل ما يملكه والتخطيط وتخطيطه ما قاش يحسبه، احتسب زيادة المبنى دالة على زيادة المعنى من حيث لم يتوقعه. وكما أنك تفرح بالشيء إذا أتى دون أن تحتسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجيك مال دون أن تتوقعه تفرح لا شك، ستصاب بالإحباط إذا أصبت بالخذلان والهزيمة من حيث لا تتوقع. هم فظنوا أن حصولهم ستمنعهم بعد أن أعطاهم المنافقون الأمان، لكن الله سبحانه وتعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا. وهذه الآية جارت مجرى المثل، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. حتى الآية التي بعدها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، شرحيا مليح. قال لك كلمة شابة، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حاربوا الحصون، أي الحصون، والله عز وجل حارب القلوب وقذف في قلوبهم الرعب. الحمد لله. قيل إن هذا تفسير للذي سبق في سورة آل عمران، قال سألقي في قلوب الذين كفروا. هنا قال قذف، قيل القذف أولا عبارة حربية مقذوفات، بل نقذف بالحق على الباطل، أجواء حرب. فالقذف دفع شيء بقوة وسرعة يحصل دون توقف، يعني الرامي والإلقاء ربما يأخذ وقتا، يربك العدو، يربك، نعم، يعني بشدة. والرعب هو شدة الخوف، والقذف دال على الامتلاء، أي أن قلوبهم امتلأت خوفا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني مفضل بأشياء خمسة، منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذو بيناتهم أميال، لك أن تتصور الخوف الذي كان فيهم وهم في حصونهم. وقذف في قلوبهم الرعب، امتلأت قلوبهم رعبا. ماذا فعلوا؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قيل يخربون وقيل يخربون، قيل يخرب هدم وقيل يخربه يتركه للخراب، وصحيح أنهما بمعنى واحد. وهذه أيضا جرت مجرى المثل، فصل في كتب التفسير كيف يخربون. قيل إنهم كانوا يقلعون تلك من دورهم حتى لا يستفيد منها المسلمون، كما فعل في فعل الأرمن في أذربيجان قبل أشهر، عند خروجهم أخذوا كل شيء نكاية في وحقيقة، هم ضيعوا الأرض وضيعوا المكان الذي كان محببا لديهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قيل أيدي المؤمنين لأنهم هم الذين دفعوا المؤمنين إلى محاصرتهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار هو الانتقال، ومنه العبرة متوازة الدمعة إلى الخد، ومنه العبور تجوز من مكان إلى مكان. أي قيسوا هذه الأشياء بالوقائع المشاهدة عندكم، لا تعتمدوا إلا على الله. هذا إذا كان الخطاب للمؤمنين، وإذا كان الخطاب لغيرهم فاعتبر يا من تعادي الله سبحانه وتعالى وتعادي نبيه. قيل الأبصار، معنى الأبصار هذه ظاهرة، وعلى هذا لأن الأذى الذي حصل به مشاهد وواضح. وقيل الأبصار أي العقول، فيجب على كل معتبر أن يعتبر بهذا. واستدل به بعض أهل العلم بهذه الآية على أن القياس دليل معتبر في الشرع. بارك الله فيك. شيخ يحيى، المدينة سكنها ثلاث قبائل معروفة كبيرة من قبائل اليهود، بني قينقاع، خيبر، وبنو النضير. التي خيبر، بنو قريظة. بنو قريظة. بنو النضير وقريبة. خيبر بعيدة. نعم. بعيدة، وهاتي التي أجلوا إليها، يعني لما خرجوا. الإجلاء الثاني كان لخيبر أو لمن؟ هذا الإجلاء الأول كان لبني بين قينقاع، والثاني بني النضير، والثالث بني قريظة. أما خيبر لما اجتمع بقية اليهود في خيبر أجلاهم عمر رضي الله عنه، ليس في زمان النبي وإنما في خلافة عمر رضي الله تعالى عنهم، أخرجهم من الجزيرة عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شيخ يحيى، لك ما تضيف على كلام شيخ مالك أو نمر يعني ربما إلى هذه الآية قد فصلنا فيها وأخذت منا وقتا، وهي تستحق ذلك. نعم، يعني هذه الآيات صدر الصورة، يعني صدر الصورة يحتاج منا، لأنه يتحدث عن موقع. نعم. الله عز وجل أمرنا أن نعتبر بها، أن نأخذ منها العبرة، العبرة لأهل الإيمان والعبرة لغير المؤمنين. فغير المؤمنين يعتبروا بأنهم مهما بلغت قوتهم فهم مهزومون. في القديم كان عندهم الحصون، الآن يدعوا بأن عندهم ما يسمى بالقبة الحديدية، فهي لا تنفع شيئا، حتى مع بعض الآلات الحربية البسيطة بيد المقاومة الفلسطينية لم تنفع معها، فما بالنا بقوة الله سبحانه وتعالى. ويعتبر أهل الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يملك من الجند ما لا نعرف، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهذا أحد جنود الله، وهو الرعب، قذفه الله تعالى في قلوبهم
وشدة خوفهم جعلتهم هم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ومن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أن أذن لهم بأخذ بعض متاعهم يستعينون به، لكن منع عليهم أخذ السلاح، وأحتجزه النبي عليه الصلاة والسلام وأضافه قوة للمؤمنين. بارك الله فيك. قبل مرور المقطع الثالث نربط اتصالنا إن شاء الله بالأستاذ أحمد فريطس، مفتش مادة اللغة العربية بالتعليم المتوسط، مهتم وباحث بالدراسات القرآنية وله إصدارات في التفسير. ريثما إن شاء الله نربط اتصالنا بالأستاذ الكريم. قول ربنا تبارك وتعالى في الآية الثالثة: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. نعم. الآية يقول سبحانه وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي هم قد استحقوا العذاب بما اقترفوا من الذنوب من المعاصي. أولا كفروا، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا من أهل الكتاب. معك المكالمة، نأخذ المكالمة ونعود. نعم، للآية إن شاء الله الكريمة. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا وبكم أيضا، شكر الله لكم ونفع بكم وإن شاء الله. إذا كما عودنا المشاهد الكريم، في كل حصة نربط اتصالنا بأمثالكم من الأساتذة والباحثين المهتمين بالدراسات القرآنية. بين أيدينا اليوم الآيات الكريمات من أوائل سورة الحشر إلى الآية السادسة، هي موضوع المدارسة. فبماذا تفتح علينا شيخنا أستاذنا أحمد فريطس؟ مرحبا. فتح الله علينا وعليكم إن شاء الله. فاتحة هذه السورة التي تسمى سورة بني النظير حسب ابن عباس رضي الله عنه، وسمها سورة بني النظير. نعم. هذه الفاتحة آية واحدة، لما نقارنوها بسورة الحديد نلقاو نفس الكلام، إلا فقط ما حذف اسم الموصول ما، قيل لأن السياق في سورة الحديد يختلف عن السياق في هذه، أو المحتوى والغرض مختلفان، ولهذا في هذه لم يعيد. بعد هذه فختم الآية الأولى باسمين من أسمائه الحسنى وهما العزيز الحكيم، مباشرة بعدهما بيّن أثارا من آثار عزته وحكمته، تمثل في إخراج بني النظير من ديارهم من غير قتال بمجرد إلقاء الرعب في قلوبهم وقتل حليفهم كعب بن الأشرف. نعم. ألقوا وقبلوا بما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه من قبل ظنوا أن حصونهم المنيعة الخمسة أو الستة كانت حصون، هؤلاء كانوا أغنى أغنياء اليهود في المدينة، عندهم السلاح عندهم الحصون، وهم من أشرفهم أيضا من ذرية هارون أخ موسى عليه السلام. نعم، من ذرية هارون. ثم أمر سبحانه كما قال الشيخ من قبل جزاه الله خير، أمرنا وأمر كل واحد أن يعتبر بهذا بإخراجهم، بمعنى المسلمين ما بذلوا جهد، ما سافروا، ما ساقوا لا خيل ولا ركاب، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجهم بعزته وحكمته. ثم بيّن لهم سبحانه وتعالى أنه قد لطف بهم في هذا الإخراج على يد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة، كما فعل بأهل بدر وغيرهم، وكما فعل أيضا ببني قريظة. ثم بيّن له سبحانه وتعالى سبب هذا الإجلاء، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ولما وقعت أيدي المسلمين في نخيلهم بالقطع عبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبوا المسلمين، فأغاظهم الله سبحانه وتعالى بأن قال هذا يعني قال فأغاظهم بأن هذا القطع أو الترك بإذنه سبحانه وتعالى، ما قطعتم من لينا أو تعرفتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم بيّن سبحانه بعد هذا للمسلمين الذين طمعوا في أن تقسم أن يقسم فيء بني النظير كقسمة الغنائم، قالهم لا، هذا الفيء خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنكم ما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. ثم بعد ذلك بيّن قسمة بقية في أو في بقية القرى التي تفسح المسلمين، ثم وصف لنا المهاجرين بأوصاف
تدل على أنهم أحق بالفيء من الأنصار. نعم، وكان قسم النبي صلى الله عليه وسلم الفيء على المهاجرين فقط، ولم يعطي إلا شخصين من الأنصار. هذه تكون في المجلس الثاني إن شاء الله أستاذ أحمد. نعم، الآن هؤلاء الناظر لهما القبائل الأربعة أو ثلاثة الذين سكنوا المدينة، الغريب في الأمر أنهم يقال أنهم هاجروا من فلسطين إلى البلاد التي يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قرأوا في كتابهم أن البلد الذي يهاجر إليه فيه الأوصاف كذا وكذا، فظنوا أنه المدينة، فجاءوا وسكنوا المدينة يتوقعون أن يبعث الرسول الخاتم من ذريتهم. فلما بعث من العرب حسدوا. نعم. وأنكروا، وكما قال حاولوا أن يقتلوا رغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا هو الحسد، هذا هو العداوة والبغضاء التي بقيت بيننا وبين اليهود إلى يومنا هذا. شكرا أستاذ أحمد، بارك الله فيك على ما تفضل. جزاك الله كل خير إن شاء الله، وأحسن إليك إشارات قوية من الأستاذ حول الآيات موضوع المدارسة. نرجع للآية الثالثة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. هنا يذكر الله تبارك وتعالى سبب هذا الجلاء. نعم، الجلاء هو الإخراج الكلي. نعم، معناها أخرجهم جميعا بأهاليهم وأبنائهم وذرياتهم. وكتب أي حكم وقضى، فبحكمة الله عز وجل قضى عليهم بهذه العقوبة، عقوبة الإخراج من الديار التي سكنوها بسبب كفرهم وبسبب عدوانهم وتآمرهم على الإسلام وعلى المسلمين، بل بلوغ ذروة التآمر بمحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تقررت في حقهم العقوبة. فكانت هذه العقوبة هي عقوبة الإجلاء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ربما أبقاهم الله عز وجل، لأن كان ممكن يكون عقوبتهم القتل كما سيقع من بعد مع بني قريظة، لكن الله لهذا قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. قالوا قد يكون العذاب هذا بالقتل وقد يكون بالتنكيل بهم، لكن الله أجلاهم لحكمة يعلمها، قد تكون مهلة لهم كي يتوبوا ويرجعوا، وقد يكون ابتلاء للبشرية، اختبر الله تعالى بهم البشرية لأنهم دائما يسعون بالفساد. وهذا هذا العذاب وإن كنتم ترونه خفيفا، ولولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، في إشارة إلى أن الجلاء أخف من العذاب الآخر الذي كان يمكن أن يسلط عليهم. فالله يذكر ولهم في الآخرة عذاب النار متوعدون بها جهنم، كما ورد في آية أخرى، ما هو آت من العذاب يوم القيامة يكفيكم لأن يكون جزاء لما اقترفتم في هذه الحياة الدنيا من الفساد. فلهذا الله تعالى كتب عليهم الجلاء. يبدو لي والله تعالى أعلم أنها سنة الله تعالى الماضية فيهم، أنهم كلما أفسدوا في الأرض أخرجهم الله سبحانه وتعالى من تلك الأرض. أخرج بني قينقاع، ثم بني النضير، ثم قضى على بني قريظة، ثم أخرج أهل خيبر. وهذه حتى في أجدادهم مع موسى عليه السلام، مع موسى خرجوا فارين. نعم، خرجوا فارين عليهم بدينهم. نعم، لكن قبل ذلك بختنصر كان قد قضى عليهم من قبله في أرض فلسطين. نعم، في فلسطين. نعم، في فلسطين. وأجلاهم منها يعني. وأجلاهم منها لأفعالهم، ليس ظلما لهم، وإلا لأن هؤلاء القادة كانوا يعرفون خطورتهم. نعم، اختنصر وغيره من القادة. ولهذا سنة الجلاء كتبها الله عليهم، فإن شاء الله تعالى سيخرجون من هذه الأرض المباركة مرة ثالثة، مرة أخرى إن شاء الله. الثالثة إن شاء الله، المرة الثالثة. نعم، وتكون خالصة للمسلمين إن شاء الله. إن شاء الله. شيخ مالك، في الآية الكريمة فيها لطف من الله تبارك وتعالى ورحمة منه، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. رحمة بمن؟ رحمة بهم، باليهود، يعني لولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. التعبير اللي قاله الشيخ أحمد كان قد يكون أقرب لطف، وقال قد لطف الله بهم، يعني لم يجمع لهم الجلاء مع العذاب في الدنيا وما مع ينتظرهم من العذاب في الآخرة.
حقيقة اليهود نعم. اللطف مع اليهود لا ينافي الحكمة، وهذه الآية ويظهر الله أعلم الآية هذه هي ترجمان لقوله تعالى العزيز الحكيم، قذف في قلوبهم الرعب وأخرجهم عزيز نعم. حكيم لم يقتلهم، أبقى عليهم لحكمة، ولذلك قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. العذاب في اللغة هو أن يمس البدن بالأذى، ولذلك هم لم يفعل معهم هذا، لكن في حقيقة فعل معهم ما هو مثله أو أشد، لأنهم أخرجوا من ديارهم، والإخراج لا يتحسسه البدن وإنما يتحسسه الشعور، بدليل قوله تعالى في النساء ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالإخراج من الديار شديد على النفس، وذلك كان في عقوبة الزنا تغريب عام لما فيه من الشدة. يظهر الله أعلم أن اللطف كان بالمؤمنين، لأن الشيخ يحيى ولا الشيخ يطس أحدهما رب الجزيه ذكر أن الجلاء هنا وعدم القتال لحكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان يمكن أن يسلط هؤلاء المسلمين على اليهود فيقاتلونهم، لكن لا شك أن هذه المقتلة كانت ستؤدي إلى إزهاق أرواح من المسلمين. الإسلام في حاجة إلى استبقائهم فيما سيكون من الأيام المعارك، ولذلك والله أعلم أن اللطف والحكمة هنا شوكة المنافقين اللي كانت في وسط المسلمين. بارك الله فيك. إذن اللطف هنا وهم أجلوا أمن شرهم، فاللطف هنا والحكمة بالمسلمين حتى يستفيدوا من مالهم وأشجارهم ودورهم حتى لا يزهقوا أرواحهم. ولذلك قال ولهم في الآخرة عذاب النار، احتراس من أن يظن أن العذاب عذابهم فقط هو الجلاء، أنه لو قال لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذابهم في الدنيا لا ظن أنهم نجوا من العذاب، لكن جاء الاستدراك والعذاب مستمر. والعذاب الآخرة أشد وأبقى. لكن يبقى شيخ ملك يعني السياق تاع الآية ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، فيه إشارة إلى أن هذا العذاب قد يكون أكثر من الجلاء. ولولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. هذا وارد، لكن لا. لماذا لم يفعل هذا؟ في حقيقة هذا ليس كلامي، حكمة من الله سبحانه وتعالى. هو الذي قال هذا، قال ذكر هذا الشيخ طه بن عاشور، قال هذا ليس رعاية لهم ولا، وقد آثروا القتال وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحكمة واللطف هنا لصالح المسلمين. هو ذكر الآية في الحقيقة تحتمل حمالة وجوه. نعم. إلى قوله تعالى الآية الرابعة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الآية السابقة تتحدث عن القدر، أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا كان. نعم. والقدر بالحكمة كل هذه الأشياء، الإخراج، القذف الرعب كله، هل هو ظلم؟ هل هو افتئات العلم؟ لا، الله سبحانه وتعالى بينا أن هذا بسبب أفعالهم، ذلك المتقدم بأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا قيل من الشق، والشق هو الجهة، أي أنهم كانوا في جهة وأوامر الله ورسوله كانت في جهة. بعض المحققين قال أرى أنه من الشق لا من الشق، أي أنه من الخرق والقطع، ومنه قوله تعالى خفتم شقاق بينهما فبعث، وقوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي أنهم في شقاق القطع الذي يؤدي إلى الافتراق، ذلك بأنهم فرقوا وخالفوا وعصوا أوامر الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وهذا أيضا تعظيم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قارن الله به في القرآن في أكثر من 30 موضعا، ما يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، دائما من يطع الرسول فقد أطاع الله، استجيبوا لله ورسول، فكأن الآية قالت إن من يشاق الله فقد شاق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر إلا بما أمره الله به سبحانه وتعالى. فإن الله شديد العقاب مفهومها فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم عقابا شديدا لأنه شديد العقاب، وهكذا فالله سبحانه وتعالى ما كان مهلك قرية بظلم وأهلها غافلون، إنما يفعل بهم هذا بسبب أفعالهم التي ذكرنا طارقا منها في بداية الحصة. بارك الله فيك شيخ مالك. شيخ يحيى، الآية تنص على سبب الإجلاء وعلة الهزيمة لليهود وهي مشاقاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الآية الرابعة. فهذه يعني إشارة إلى أنهم يعادون الله سبحانه وتعالى ويعادون شريعته ويعادون رسله،
ومعاداة شريعة الله تعالى ورسله مصيرها إلى هذا، مصيرها إلى الهزيمة. فالله سبحانه وتعالى هو العزيز، فكل من يواجه الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يكون من الخاسرين. لهذا قال: ومن يشاق الله، في الأولى قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ما قالش من بعد ومن يشاق الله ورسوله. نعم، اكتفاء بالأولى. ومن يشاق الله إما اكتفاء بالأولى، وإما إشارة بأن المواجهة هي مع الله، لأن الذي يعادي رسول الله فهو في الحقيقة يعادي الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء من قبل: هو الذي أخرجهم، الله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أدار هذه المعركة كلها، وبما سيأتي في الآية بعدها: فبإذن الله. فالمعركة كلها أدارها الله تعالى بحكمته وقوته. وما كان حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إلا أداة لإنفاذ إرادة الله تعالى فيهم. هذا الحصار ما كان إلا أداة لإنفاذ إرادة الله سبحانه وتعالى. وكل من يعادي الله ويعادي رسله سيكون هذا مصيره، مصيره أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه عقابا شديدا. فإن الله شديد العقاب، ولربما هذا شديد العقاب يقوي المعنى بأن الجلاء والإخراج من الديار كما قال الشيخ مالك عقاب شديد. نعم، يعني إخراجهم من الديار كان عقابا شديدا، بدليل ختام هذه الآية: من ديارهم وحصونهم. نعم، وأموالهم، يعني خرجوا من شيء. البعض قد يقدم نفسه من أجل داره وأرضه. نعم، ويعتبر شهيدا من يفعل ذلك. نعم، من يدافعه. وحتى في غير الدين هؤلاء. نعم، يقول لك لا يقبل بأن يخرج من أرضه، فتجده يقاتل. نعم، من أجله. صح، فالعقوبة كانت شديدة عليه. أهل تجارة وثروة، ويعني الشيء الذي خرج منه يعني خسارة كبيرة من ناحية الدنيوية. نعم، وخسارة من ناحية المعنوية. صحيح، كانوا أهل زعامة دينية وأهل مكانة حربية. نعم، ويعني حتى كانت قريش تلجأ إليهم في محاولة تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أداروا تحالفات بينهم وبين قريش في كيفية الحصار المدينة، وقد حدث هذا بعد ذلك. نعم، في غزوة الأحزاب. المقطع الخامس، موضوع المدارسة، قول الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم، ما قطعتم من لينة، اللينة نوع من النخيل، قيل هو النخلة ما عدا العجوة، وقيل نوع جيد من النخيل. ما قطعتم باللينة أو تركتموها قائمة على أصولها. أثناء هذا الحصار ديار بني النضير كانت بها نخيل. نعم، وهذا النخيل كان يعيق حصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقطع بعض النخيل وحرق بعضه ليفسح المجال لدخول المسلمين لمحاصرة ديار بني النضير، وليكون في ذلك كذلك حرب نفسية. لما يرون نخيلهم تحرق هذا يضعف قوتهم ويضعف معنوياتهم. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحركت آلتهم التشويهية، فلما يكون الحق معهم يأتون إليه مذعنين، صاروا يقولون: يا محمد، أما كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بالك تقطع هذه النخيل وتحرقها؟ فجاءت الإجابة من عند الله سبحانه وتعالى، باش نعرف بها أن هذا المعركة كلها أدارها الله سبحانه وتعالى. حتى جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم: تولاه الله، تولاه الله سبحانه وتعالى. خاصة وأن بعض المؤمنين ربما وقع في أنفسهم شيء. نعم، كيف نقطع هذا النخيل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك. نعم، وينهانا عن الفساد. وهنا تأتي إلى تقدير المصالح والمفاسد، قد نتحمل المفسدة الصغيرة من أجل تحقيق المصلحة الكبيرة. فكانت من المصالح الكبرى للمسلمين أن هذا الجرثومة المجاورة لديار المسلمين أن تجلى. نعم، سرطان، ورم، تنتظر منه الغدر، وتنتظر منه حياكة المؤامرات في كل لحظة. نعم، فلهذا إجلاؤهم فيه مصلحة كبيرة للمسلمين. أمام هذه المصلحة الكبيرة التي تتحقق للمسلمين يجوز وقوع بعض المفاسد. ربما أبسط مثال على ذلك: إذا كان في جسم الإنسان جهة فيها ورم سرطاني، فربما شق البدن هذا مفسدة، أن تشق البدن ثم تعيد خياطته، لكن هذا المفسدة مقابل المصلحة لتحقق لهذا الإنسان أن تستأصل الورم من جسمه
يباح ذلك، يباح شق البدن أو الجثة من أجل هذه المصلحة الكبرى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، أي لم تقطعوها، فبإذن الله، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الشق الثاني من الوصف، أنه العزيز الحكيم. هنا يأتي من حكمة الله تعالى في إدارة المعركة أن الهزيمة النفسية انتقلت إلى اليهود بقذف الرعب في قلوبهم، ومن أسبابه قطع نخيلهم وحرقها. وليخزي الفاسقين، وهذا كذلك من العذاب الدنيوي الذي عاشوه، أنهم رأوا ديارهم تخرب وصاروا بل هم أداة في تخريب ديارهم، ورأوا أموالهم كذلك تحرق، بل ورأوا أموالهم يتركونها يأخذها المسلمون، وأشد من ذلك أن يتركوا سلاحهم للمسلمين وهم صاغرين. وفي هذا الخزي على النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يحملوا معهم من المتاع ما تحمله إبلهم، فصار الواحد منهم مثلا يقتلع بابا من داره ويحمل عليها مشتطة يحطها فوق البعير ويديها، خرب دياره. لكن ترك السلاح للمسلمين هذا فيه خزي كثير لهم. والآية فيها كذلك إشارة إلى سبب عقوبتهم، أنهم قوم فاسقون، أي قوم خرجوا على طاعة الله تعالى وعصوا الله ورسوله. وفيها إشارة إلى أن الفسوق سبب الخزي، الإنسان اللي يخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى يلحقه الخزي إن لم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. بارك الله فيك شيخ مالك. في هذه الآية الكريمة عفو الله على من اجتهد من المؤمنين في قلع النخيل وحرقها حتى يخرج اليهود من حصونهم، والله تبارك وتعالى تجاوز للمؤمنين كما بينا شيخ يحيى على هذا الفعل، لأنه في ظاهره فساد، ولكن الله تبارك وتعالى لم يعاتبهم ولم يأخذهم بهذه الزلة. بارك الله فيك أخي صالح. هذا القول بأن هذا الفعل تم بغير إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قولا قويا في التفسير أن هذا الأمر إما أن يكون تم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا يكون قد تم بأمره لكن بعلمه ولم ينهى عنه. نعم. إن كان الأمر كذلك فهو فأشار إليه، فهو إقلاع. نعم. نعم. فلأن الفعل في كلاهما مصلحة، قطع اللينة مصلحة وإبقاؤها مصلحة، لأن قطعها واللينة من اللون أو من أجود أنواع النخل قطعها، إلا هي صغار النخل يعني النخلة الصغيرة وتسمى بها البنات هو اسم طيب. نعم. لأن قطعها فيه نكاية للعدو وإلحاق لأذى نفسه وهو مطلوب، وإبقاؤها باعتبار أنهم سيجلون فيه فائدة. نعم. فالإبقاء فيه مصلحة والقطع فيه مصلحة، والقرآن دائما أحيانا يتولى كما قال الشيخ يحيى الجواب عن إشكالات الكفار. نعم. كما سورة البقرة يسألونك عن الشيء الحرام، قول قتال فيه كبير وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن والإمام مالك أخذ من هذه الآية جواز إلحاق الأذى بممتلكات العدو في حدود معقولة، إذا كان ذلك ضروريا للظفر عليه أو مصلحة. نعم. مصلحة محققة، مصلحة محققة. وأغلب الروايات أن المقطوع من النخل من 2 إلى 6، حتى إن بعضهم قال القطع لم يكن لا لنكاية إما لتوسيع الطريق أو للتدفئة والطبخ. وعلى هذا الأمر فكلامهم لا معنى له، وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. المقطع الأخير من السورة الكريمة الآية 6 في مجلسنا هذا، قول ربنا تبارك وتعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك. في حقيقة هذه الآية حلقة رابطة بين ما سبق من آيات وما سيأتي. نعم. وذلك ولما كنا نجتهد في تقسيم مقاطع هذه السورة ربما أشكال على الأمر، لكن هذه الآية في موضعها هذا يمكن أن تدخل في المنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أخرج. نعم. طبعا هو الذي أخرج عن طريق رسوله كما قال شيخ فريطس الآن، لما حصل هؤلاء الصحابة والنفس دائما تتشوف إلى الغنيمة وإلى الفيء، والفيء هو ما حصل عليه دون حرب وقتال بخلاف الغنيمة، فقيل إنهم أرادوا أن يحصلوا على نصيبهم، فالله سبحانه وتعالى قال: وما أفاء الفيء لغة هو الرجوع، ما أرجع الله من الخير ومن الملك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أفاء الله على رسوله أي أرجعه على رسوله منهم من ممتلكات هؤلاء
فما أوجفتم عليه الوجوف أو الإيضاع هو السير سير الخيل بسرعة. العربية فيها 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 براعة في التعبير، راكب الخيل يقال له الفارس، وراكب الإبل يقال له الراكب. الركاب، فالركاب لا يكون إلا في الإبل، أي فما استعملتم فيه لا خيلا ولا إبلا، وإنما كان الله وإنما كان ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى، بدليل أنه قال ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، أي أن الله سبحانه وتعالى يسلط رسله على من يشاء، فسلط رسوله على هؤلاء الكفار أو هؤلاء اليهود الذين أرادوا حرب النبي صلى الله عليه وسلم. والله على كل شيء قدير، وهذه التتمة، هذه الفذلكة دائما على الإنسان أن يشعرها وأن يعيشها. للأسف الشديد نحن نعلم هذا، لكن أحيانا تغيب عنا في بعض المواقف، إذا حصل مرض، إذا حصلت أزمة، إذا حصل كذا، يغفل الإنسان على هذه الفكرة وأن الله على كل شيء قدير. فدائما ونحن في هذه الأزمات، في هذه الظروف، الموت يتخطف بالمسلمين من كل جانب، علينا دائما أن نستحضر هذه الآية، واستحضار هذه الآية يجب معه تسبيح في أول الأمر وتسبيح في آخره مع أخذ العدة والعتاد. وأترك المجال للشيخ يحيى ليقول لنا شيئا في هذه الآية. نعم، نختم معك إن شاء الله. الدور تاعه إن شاء الله. نعم لكذلك. نعم، ربما وبلا إذن كذلك بعض النقاط في نعم. هذه الآية الكريمة. نعم، أول هي تصور المشهد العام أن مال بني النضير أفاءه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم، يعني مليح الآن تصور المشهد. نعم، تصور أن تصور المشهد. نعم. كان في حي يسمى حي بني النضير. نعم. يسكن فيه يهود يعادون الله ورسوله ويتهددون. كان اتفاق بيناتهم، كان اتفاق مع وجود الاتفاق، لكن التآمر منهم وارد دائما. نعم. ومتحالفين مع فئة داخلية، العدو الداخلي اللي هما المنافقين، ويشكلون خطر على المسلمين. والمسلمين كما عبر القرآن ما كانوا يتوقعون خروجهم من المدينة. نعم. ما ظننتم أن يخرجوا أهل شوكة. فإذا به في بضعة أيام تصبح ديار بني النضير غنيمة باردة. باش نرجعوها للفي نقولوا غنيمة باردة، أرضهم وديارهم وأرضا لم تطأوها، وأرضا لم تطأوها. ففي بضعة أيام فقط تحققت معجزة. هذا الشيء يعطينا معنى بأن ما نراه مستحيلا وما نراه بعيد المنال وصعب التحقق قد يقع في زمن قصير، مع الفارق إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قد يقع في زمن وجيز، في فترة وجيزة. نعم. ممكن تنقلب الموازين وتتبدل بإرادة الله سبحانه وتعالى وتتغير الأوضاع. نعم. في لحظة هذو اللي كانوا في ديارهم عندهم منعة وعندهم قوة ويهددون ويتحالفون أصبحوا مشردين، راكبين الإبل وماشيين بها، قاطعين بها مسافات بعيدة من المدينة المنورة إلى بلاد الشام ليستقروا عند بني عمومتهم هنالك. فانظر كيف انقلبت الموازين. نفس الأمر الذي لابد أن نعيش به الآن. ما نرى من ادعائهم المنع على أرض فلسطين وأنهم لا يمكن أن يخرجوا منها يمكن أن يحدث في فترة زمنية قصيرة وترجع الأمور إلى النصاب تاعها، كن فيكون. نعم، وترجع الأرض المباركة إلى أهلها إن شاء الله. عجل الله بهذا الرجوع إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخ يحيى، شكرا الله لك. نخدم شوية خاطر ذاك الدعاء تاع اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين. نعم. دعاء شوية سلبي، زعما احنا ثاني نخدم شوية أو بعمل المسلمين. نعم. كما نعم. بينت في الصحابة رضي الله عنهم. شيخ مالك لك وافر الشكر، وبعد شكر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لإتمام المجلس الأول من سورة الحجر، نلتقي الأسبوع القادم بحول الله في المجلس الثاني ومع الآيات الكريمات من هذه السورة المباركة. نترك الجميع في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به الأرواح تصفو كالغمام، به الأرواح تصفو كالغمام، مع القرآن، مع القرآن ترتيل وذكر، به الأرواح تصفو كالغمام، به الأرواح تصفو كالغمام، مع القرآن.
القرآن.